مارك هاردلاك، شو رايك بالجيم بشكل عام؟ عملنا شغل يعني دفعنا، وفي مطارح كنا مرتاحين كتير بالجيم، بس بالاخر خلصنا يعني معنا 4 of 32 3 points. هاي قتلتنا يعني. حتى رشاد هو كان شوتر الزلمة بالNBA وما توفق، انا ولا وحدة، وفوغل ولا وحدة، وسيفاغ وجيمي كمان ولا شوطة. هيدي قتلتنا الشغلة. كان في مطارح اخذنا كويك شوتس وتركناهم يطلعوا علينا، بس يعني عملنا افرت. انا زعلت لانه راح الجيم من بين ايدينا، كنا مطرح مرتاحين وعم نلعب وكل شيء منيح، بس فلت يعني غلطه. وفي تيريل هي كابيتلايز على فرص قتلنا فيهم، ثلاث فيها وقفتنا اول الثاني تاي جيم، فت اول دقيقتين حتى ثلاثه تروبوان قتلنا. ده يعني عملنا شغل، بس بالاخر ما الطبي ما كانت عم فوت. و نيكست جيم بنشوف شيء ثاني. شو رايك انت عم تكون اساسي كثير هالسيزن، اول سيزن لك كلاعب اساسي، كيف رايك بالجيم؟ انه انت عم تلعب مبسوط، عم بيعطوني تشانس، خصوصا ديفنسفلي اعمل شغل. لهلا مبسوطين مني، بس انا اي نيد تو ستيب اب. بعد ما بعتقد انه عم بعطيهم مثل ما هن عم بيعطوني المسؤوليه، ما عم بقدمها انا. شو التارجت تبعكم هالسنه برايك؟ سكاي از ذا ليميت قد ما فينا. يعني اول ستيب رح تكون فاينل 8، فاينل 8 اكيد، في الفاينل 6، واذا فاينل 4 كمان فينا، مش غلط، لانه عندنا جيمات فينا نربحها وفينا نسرقها سرقه وناخذ مركزنا الرابع. اوكي، ميرسي كثير مارك، وهارد لك مره ثانيه. ميرسي.